أهدافي أستاذة علوم حاسوب وخبيرة لدى مايكروسوفت سنة 2020-2021 وماستر ترينر سنة 2021-2022. معكم في ملف الترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت سنة 2021-2022 في المرحلة الثانية. كنا شفنا المرحلة الثانية في الجزء الأول ومش نكمل الجزء الثاني، عمرنا الأسئلة هذوما. حاجة إضافة وحيدة حبيت نذكركم بها أنه كل إضافة تعملوا انجستري لا بروغريسيون ولا سيف بروغريس باش ما تضيعوش المعطيات اللي عندكم، خاطر البلاتفورم إذا كان تقعد وقت معين ما تستعملهاش تعمل ساين أوت وتخرج واحد واحد. دونك حاولوا كل تجديد تعملوه في المعلومات اللي تحطوها تحاولوا تحطوا سيف يعني، والأحسن بالطبيعة تكونوا تختاروا اللي هنا شفتوا كيفاش تبدل المعطيات، تحاولوا تختاروا معناتها الأجوبة نتاعكم من قبل ما تبداو تعمروا، وإذا كان حبيتوا تعمروا في النومينيشن نتاعكم تحاولوا تعمروها مرة واحدة اللي هو الأفضل، إذا كان مش ممكن تعمروا على مراحل. أما ترانسكريبت اللي هو فيه الهيستوريك نتاعك في الكور ماك على بلاتفورم مايكروسوفت اللي قريتهم الكل دروس مايكروسوفت، توا مش نشوفوا استعمالاتك لأدوات مايكروسوفت في القسم. بطبيعة الاستعمالات نتاع الأدوات مايكروسوفت في القسم بالنسبة للي تحصلوا على لقب معلم مجدد خبير للسنوات الفارطة معناها يكون مطلوب منهم شيء معناها أكثر من اللي يكون مترشح لأول مرة أكيد، بما أنه كمجددين ومعلمين مجددين وإكسبير في مايكروسوفت مطالبين أن نكونوا أن ننشروا التجديد هذايا من حولنا في المنطقة نتاعنا وإلا في بلادنا وإلا في المؤسسة اللي احنا نخدم فيها. دونك الأدوات اللي مطلوب أنك تكون استعملتها مع تلامذتك وإلا في القسم بالطبيعة بالنسبة للمترشحين أول مرة وإحنا في عطلة بالطبيعة باش يقول لي كيفاش باش نعمل باش نجم نخدم الحكاية هذي. ألوغ هنا نجموا نتعاملوا مع الأدوات هذي مع زملاء، نجموا نتعاملوا مع الادوات هذه اذا كان احنا ما نعرفوهاش عن طريق دي ويبينار، دونك نحضروا دي فورماسيون على المواضيع هذه تعتبر زاده هي مشاركه بالنسبه ليك معناتها للادوات هذه، واذا كان امكن ماذا بيك تحط معناتها تعمل خاص يعني حاجه من الحاجات تخدمها درس من الدروس نتاعك توظفها في الادوات هذه مختلف الادوات هذه. دونك في لي كيستيون هذوما مثلا يسال فيك على مايكروسوفت تيمز، هنا عندك هنا مايكروسوفت فورمز، هنا ون نوت، بلوك نوت، دونك فليب جريد، ماينكرافت، دونك هنا لي ويبينار. هنا اش باش تحط؟ باش تحط يا اما او كوتيديان يا اما هبدومادير يا اما مونسويل يا اما غارمون يا اما جامي. بالطبيعه الاحسن ما نحطوش جامي، ما يلزمش نحطو جامي، خاطر كان جامي معناها ان احنا خارج الكوميونيتي جينا واحد، وغالبون زادا ماهيش محركة برشا، مي أو ميم طو ما نحبوش نحطو حاجة ماهيش صحيحة، يعني حاجة ما نستعملهاش نحط راني ما نستعملهاش. إذا كان بالطبيعة فما حاجات أساسية في الترشح اللي هي استعمال تيمز، استعمال ون نوت، استعمال ماينكرافت، فليب جريد، إكسيتيرا، هذوما حاجات دونك بريمورديال. إذا كان ما توفرش إنك تكون معناتها استعملتها سابقا، على الاقل تحاول انك تحصل على بادج والا انك تقرا فيها دروس والا انك تحضر دي فورماسيون في المواضيع هذيا. دونك بالطبيعه نحاول نكون كريديبل اكثر ما يمكن، والفتره الجايه نحاول نخدموا ان نحصلوا محتوى محترم نجموا نترشحوا به. حاجه مهمه اخرى انه الاسئله اللي مش تجاوبوا عليهم حسب اجاباتكم لنا مش تعاودوا تتسالوا عليهم في الجزء الثالث من نومينيشن اللوت، يعني مش تعبروا على الشيء اللي ختمتوه هنا اللي قلتوه هنا في الفاز الثالثه. نذكركم اللي راهو هذه الفاز الثانيه مش يشوفوها مايكروسوفت بصفه مباشره، والفاز الثالثه مش يشوفوها ممثلين مايكروسوفت في تونس. دونك هذه المعلومه مهمه على الاخر. دونك نحاول نثبتوا مليح في الاشواء بالنسبه لزوتي ستيم اللي هي كل ما هو تكنولوجي، يعني نجم نقول بالنسبه للاساتذه اللي ماهمش علوم والا ماهمش اعلاميه نجم يكون معناها يحطوا جامي وعادي معناها مازالوا ما استعملوهاش، مي فكره مايكود راهي سي تانوتي اللي ولا موظف معناها بالحاح يعني في العمليه التعليميه عموما. دكا هنا
في باوربوينت، استعمال الباوربوينت. بطبيعة المعلم المجدد الخبير ما ينجمش يكون يقول يستعملني نستعمل باوربوينت ولا اكسل ولا وورد، ما عادش حاجة اللي هي معناها به هي نعرف نيفو اللي النيفو بتاعه معناها افانسي. رغم اللي باوربوينت معناها مش في استعمالات الكلاسيكية، ثم في استعمالات متطورة في باوربوينت اللي هي نجمو نوقعها ونجمو تتحسب لنا ونجمو نخدمو بها الترشح بتاعنا وننجحو فيه. دونك حاولوا تكتشفوا لي فونكسيوناليتي هذوما. وكيف كيف مش نحكيوا لهنا على الميكروسوفت ايدج، يعني متصفح ايدج اللي هو نافيجاتور ايدج، فيه لهنا دي فونكسيوناليتي متطورين برشا، و يعني يسهلوا المستعمل، يسهل على المستعمل دونك برشا حاجات بما فيها ليكتور اميرسيف، ليغ اوت فوا، اكستنسيون، انكر سو بي دي اف. هذوما لي فونكسيوناليتي. ان شاء الله نعملوا في فيديو اخرى على مايكروسوفت ايدج باش نكتشفوهم بالذات يعني كيفاش. اذا كان ماكش تستعمل في لي فونكسيوناليتي كل، تختار جوست اللي معناها استعملتها ووظفتها. حاجه مهمه في مايكروسوفت ايدج انه خذا لي فونكسيوناليتي اللي موجودين في جوجل كروم كل وطور فيهم وزاد عليهم ووفر لنا دي فونكسيوناليتي مهمين على الاخر. اهمهم هو الليكتور الاميرسيف اللي هو نجمو نستعملوه مع التلاميذ اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخصوصيه، وهذا مش نحكيو عليه لوطا في سؤال القديم. Combien de visites virtuelles Flipgrid vous avez rejointes au cours de 6 derniers mois? هما لي ويبينار اللي تبعتهم على Flipgrid اللي هما موجودين في الويبينار اللي كنا شفناهم في الميكروسوفت ايديوكيتر سنتر في الفيديو اللي ديجا سبقت ونزلتها. Combien de connexions GridPal avez-vous effectuées au cours de 6 mois derniers mois? Donc les GridPal هما les contacts اللي تعملهم مع les enseignants de par le monde في الكوميونيتي Flipgrid. Donc اذا كان مهتم بالموضوع هذايا ان شاء الله مش نعمل دي سيسيون Flipgrid، حاولوا تابعوني Flipgrid دونك ونفسر لكم كيفاش تنجموا تعملوا كونيكسيون GridPal مع زملائكم. بيه غراس او ليكتور اميرسيف، هنا باش نجيو دور دي كونيسيونس سيانتيفيك، يعني استعمالات في كلكو دو زوتي. غراس او ليكتور اميرسيف اي او زوتي دابرونتيساج لي ستوديون بوف شنو ينجمو يعملو. دونك هنا فو زالي شوازيغ كيما انا خطرت بالضبط. دونك هذوما لي شوا كوريكت، الاخرين خاطئين. دونك هنا حتى ميكروسوفت بدا قالت ميساج شنو بوفي بارتاجي معناتها لي ريبونس معاكم مع زملائكم، يعني لهنا سي توليرابل انه حتى pour partager l'information, pour discuter les choix. Microsoft est ouverte sur le point. Il y a même pas de problème. Je vais vous présenter les réponses que j'ai acceptées dans la phase deuxième. Donc, je vais vous répondre comme je vous répondre. Je ne vais pas vous lire les réponses et les questions. Je vous laisse le temps de lire vous et vous comprendre. Je vais vous répondre comme je vous répondre. D'accord. C'est ça. Nous allons vous présenter l'évaluation formative. C'est un sujet important. Mesure l'apprentissage des élèves et se fait généralement quand? Donc le formatif ou un sommatif ou le formatif, dit maintenant peut-être je voyais confusion de binetum. Le formatif il y a pour l'ouahna pendant la leçon, donc pendant la leçon, il y a jusqu'à la fin de la leçon il était là pendant la leçon là, d'accord? Donc on a toujours une leçon, maintenant معمول على قديش من مرحلة. في الفين de leçon de la séance 1 maintenant, هذيك تبع السويفي يعني c'est l'évaluation formative. Donc l'ANSEP, l'IGEB ANSEP, voilà. Lorsque vous créez un quiz avec Microsoft Forms, quelles sont les questions que vous avez mises pour nous et que nous avons le choix, le classement, le SMS, la rotation, les cartes, d'accord? Lors de l'utilisation de OneNote, les élèves peuvent créer des propres évaluations mathématiques, etc. Donc, vrai, ça c'est la bonne réponse. Nous avons pas de problème. Des équipes sur Microsoft Teams. Sur Teams, nous avons des équipes, il y a des classes. Les classes ou les équipes, plutôt les équipes. Nous avons des classes ou des équipes personnelles ou la PLC ou n'importe qui équipe. Donc, on a les choix corrects. D'ailleurs, quel est l'ordre correct pour créer des salles de réunion dans les équipes? Donc, on a une équipe ou une salle de réunion. D'accord? Qui fait le marah? Après le marah, nous avons le bien ou c'est le tatib sahih pour que nous avons le l'éjabat. D'accord. السؤال الموالي، est-ce que vous étiez expert في Microsoft في 2000 سنة 2020 سي وي يطلعوا لك الأسئلة هذوما الكل، وبالطبيعة أنت مطالب أنك تجاوب عليهم على حسب الخدمة تاعك. سينون
مش هيطلع لك اقل من هكا سؤال ولا اثنين، اقل من هكا احتمالات، وبالطبيعه انت مطالب انك تجاوب عليهم على حسب اللي جاوبت عليه انت من فوق في استعمالات الادوات ميكروسوفت. دونك وفينا